على اللقاءات الهامة اللي انت عملتها من خلال تواجدك في مقر إقامة فريق النادي الأهلي وقبل التحرك لملعب المباراة، لكن طبعا عايزين نستغل وجودك معانا ونطمن اكتر على الفريق، حالته المعنوية، حالة التركيز بالنسبة له عاملة ازاي، كمان من خلال مران الأمس وانت اكيد اتفرجت عليه. طمنا بشكل عام يا كريم على الفريق وطمن كل جمهور النادي الأهلي. عايز اقول لك هنا يمكن زي ما قلنا يمكن امس تفاؤل حذر، لكن في اصرار وتركيز كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي من اول يوم هنا في المعسكر الامير. طبعا يوم السبت كان في حاله من السيطره الكبيره جدا فرضها الكابتن محمد يوسف مستر باتريس الكارتيرون. المباراه يمكن عارفين نقطه وحيده النادي الاهلي، اللعيبه كلها هتبذل اقصى ما في الساعه النهارده ان شاء الله في هذه المباراه، ويبقى التوفيق ان شاء الله النهارده زي ما قلنا يكون مع الطاقم الجزائري اللي هيخوض النهارده هذه المباراه، يدينا حقنا بلغه الكوره، وايضا كمان ان شاء الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي. صباحا طبعا النهارده يمكن تناول لاعبي النادي الاهلي الفطار كالعاده، ما بعدها طبعا وجبه الغداء. كابتن محمود الخطيب يمكن وصل في الساعه 5 رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، هيكون في اجتماع سريع ويمكن حث اللاعبين كالعاده من مجلس اداره النادي الاهلي متمثل في رئيس النادي، يمكن هو اجتمع معاهم خلال يمكن اول امس، كانت رسائل تحفيزيه كبيره جدا لكل لاعبي النادي الاهلي، واكدنا قلنا يمكن الكابتن حسام عاشور كان تحدث سماعي امس، قال يمكن كان لها مردود كبير على كل اللعيبه على الجمهور، وكان نتمنى نكون المباراه في نفس التوقيت، يمكن المباراه تكون في اليوم التالي على طول نظرا للشحنه المعنويه الكبيره جدا التي طالت كل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. بنتمنى زي ما بنقول كمان النهارده كل جمهور النادي الاهلي يكون في مؤازره مستميته على فريق النادي الاهلي، 3 نقاط النهارده غايه في الاهميه ويكونوا من نصيب النادي الاهلي. عايز اقول لك كمان وصل مع الكابتن محمود الخطيب الكابتن عبد العزيز عبد الشافي الدكتور مهند مجدي المهندس محمد سراج اعضاء مجلس الاداره متواجدين، الحاله مطمئنه، الحاله ان شاء الله باذن الله النهارده الحاله المعنويه للاعبين اللي شفناه الان الامس مستر باتريس طبعا او الاتحاد الافريقي كالعاده بيبقى فيه 15 دقيقه متاحه لكل وسائل الاعلام، لكن كان في حرص كبير جدا بعد انتهاء ال 15 دقيقه ان مستر باتريس كل وسائل الاعلام تغادر الملعب، لان كان في تكتيك معين طبعا هيحاول ان هو ينفذه في هذه المباراه. وعايز اقول لك كمان يمكن اللي شفناه ولمسناه وتابعناه من خلال التدريبات تشكيل النادي الاهلي اللي ان شاء الله يمكن بنسبه كبيره جدا جدا هيكون متواجد الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي وسعد سمير وايمن اشرف وعلي معلول في خط المنتصف. بالظبط يا امير، يمكن طبعا جمهور النادي الاهلي متعطش ان هو يسمع التشكيل، بنقول يمكن التشكيل ده هو الاقرب والاقرب جدا لهذه المباراه نظرا لجاهزيه كافه اللاعبين اللي هنقولهم. ارجع معاك تاني، الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي، سعد سمير، ايمن اشرف، علي معلول في خط الظهر، في المنتصف عمرو السوليه وحسام عاشور، على الاطراف مؤمن زكريا، وليد سليمان، وجونيور اجاي، ووليد ازارو. يمكن هي دي اللي احنا شفناها سواء في تدريب الامس او بشكل عام مستر باتريس بيجهز بشكل كبير منذ وصوله هنا في برج العرب من يوم السبت. هؤلاء اللاعبين ان شاء الله اللي هيكونوا على قدر المسؤوليه كالعاده، ان شاء الله باذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. ويمكن كنا متواجدين في الاجتماع الامني في المؤتمر الصحفي، التعليمات كلها بتصب بالشكل العام، النادي الاهلي هيلبس احمر في الابيض في الاحمر، على الطرف الاخر فريق تاون شيب هيلبس الازرق في الازرق في الازرق، امور اعتياديه في الاجتماع الفني. المؤتمر الصحفي طبعا اكيد كان في بعض التساؤلات عن مدى جاهزيه الفريق، مستر باتريس كارتيرون جاوب باستفاضه كبيره جدا على الاستفاده الكبيره اللي هو استفادها من معسكر كرواتيا، العوده كمان هنا في برج العرب. كل الامور زميلي امير ان شاء الله تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي، واكيد اكيد اكيد املنا كبير جدا في جمهور النادي الاهلي اليوم ان يدخل المدرجات لتشجيع النادي الاهلي فقط من اول دقيقه لاخر دقيقه كعاده جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله يكون التوفيق من نصيبنا زميلي امير. سريعا يا كريم، سؤالين، الاقرب في خط هجوم النادي الاهلي ليقود الفريق في خط الهجوم هيكون صلاح محسن ولا وليد ازارو من خلال متابعتك للمران الاخير بالنسبه للفريق؟ وايضا عايز اسالك عن المحاضره الفنيه الاخيره هتبتدي امتى والتحرك بالظبط هيكون الفريق امتى؟ لو بس برجع معاك لسؤالك الاول، وليد ازارو كان ظاهر بشكل رائع جدا خلال التدريبات، كان في تعليمات تمام مستر باتريس اتحدث معاه بشكل فردي، ده اللي احنا نقدر نقول ان وليد ازارو وجونيور اجاي هيكونوا في خط الهجوم ان شاء الله اللي هيبدا هذه المباراه. المحاضره الفنيه الاخيره اللي هتكون هنا طبعا في معسكر فريق النادي الاهلي هيكون في الساعه 7:45 او الساعه 7، لان النادي الاهلي هيتحرك من هنا الى ملعب برج العرب في الساعه 7:15 كالعاده. طبعا الاجتماع الفني كان ليه تاكيد الوصول قبل 90 دقيقه وقبل ساعه ونص، فالتزام تماما طبعا بتعليمات الاتحاد الافريقي. النادي الاهلي يتحرك هنا من فندق الاقامه الساعه 7:15 ان شاء الله باذن الله، زي ما بقول لك كل الامور مهيئه، كل الامور ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي، وبنتمنى ان شاء الله النهارده نفرح مع جمهور النادي الاهلي عقب انتهاء هذه المباراه ان شاء الله. زميلي كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا على كل المجهود اللي انت بتبذله بصراحه
في الإسكندرية ومقر إقامة الفريق، ويعني قلت لنا كل الأخبار وكل استعدادات النادي الأهلي بشكل كبير جدا. بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، وأكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة إن شاء الله.